ارتياد مدرسة جديدة قد يغير حياتك، خاصة إذا اكتشفت مختبراً سرياً فيه ثلاثة كائنات تعيش في جرار. جائع، باركا، أوبن، سكان الجرار جاءوا من حول العالم، لا يعرفون البرية. إذا درسنا ما كتب في الكتاب الكبير قد نتمكن من إعادتهم إلى ديارهم بسلام. فقط إذا نجحنا في تجنب نبيه المبتكر وأجهزة تعقب الجرار الشريرة. سكان الجرار لقد خرجوا ولن يعودوا إليها. فقرات السيرك. رائع جدا، وهذا هو ما يسمى السيرك؟ نعم، وأحيانا يكون السيرك أروع مني. تعمدت ذلك، يفعل المهرجون هذا للإضحاك. مهرجون؟ ما المهرجون؟ إنهم مضحكون ويدبرون المقالب. وهناك حيوانات، حيوانات السيرك هي أسعد الحيوانات في العالم لأنها محبوبة وتعيش في السيرك دائما. تعرفون ما الأكثر متعة من السيرك؟ برنامج نجاة اليوم. تدا. لا، ألم نتعلم ما يكفي؟ بلى، جائع يريد الذهاب للسيرك ورؤية حيوانات محبوبة. ربما لاحقا، أما الآن سأعرضكم لهذه النباتات ونرى تأثيرها عليكم. هذا مثير، لا أعرف عنكم يا رفاق لكنني أستمتع بالفعل. صوفي، هل أشاركك؟ سأكون ماهرا في الأرجحة مثل المهرجين. لا وقت، يجب أن أعرف تحديدا ما الذي يسبب لكم الحساسية. أمر ممتع جدا. يمكنني فعل هذا لساعات. ياه، مواهب خفية كثيرة. وأنا أصغر في السن كنت ماهرا في كل شيء. التوازن، اللعب بالألوان، وأقدام رشيقة. لكن والدي لم يوافق على ذلك. دعاني العلم وأنا لبيت نداء، لكن كلما يأتي السيرك إلى البلدة ألبي النداء. كنت أعرف أنك تسمع أصواتا في رأسك. لا أصوات تشانغ، كل ما أسمعه هو نداء الخيمة الكبيرة. لماذا أشم رائحة كارثة؟ الآن لنجرب البرسيم. لم أرى حساسية مثل هذه من قبل. أليس هذا ممتعا يا فريد؟ فريد، كنت أعرف، تسلل ليذهب إلى السيرك. حسناً، سيفوته كل هذا، صحيح يا رفاق؟ من كل أنحاء كوكب الأرض، أفضل البهلوانات، أشرس الحيوانات على الإطلاق. هي، أنتم، هل أنتم المهرجان البديلان؟ رأيت تشانغ، عرف أنني لدي الخبرة. لا لسنا يا سيد العزيز، لكن في الحقيقة أنا خبير في فنون المهرجين، مثلاً خدعة دلو الماء والجمهور التقليدية. لا، أنا لا، رجاءً. ما؟ ألا تحتوي دلاء السيرك على الورق الملون؟ لو هذا أفضل ما لديك أنت مطرود. لست أفهم هذه الحساسية، تأكل الحيوانات البرسيمة دائما. قد يكون هناك شيء في الكتاب الكبير يوضح الأمر. نعم، تفكير ممتاز يا أوبل. لابد من وجود باب عن الحساسية، يزداد المرح أكثر وأكثر. أخيراً المهرجون الجدد. ماذا؟ وأجانب أيضاً، مفاجأة. أين ظهوركم الاصطناعية؟ لا عليكم، لدينا الكثير. أسرعوا، اقترب وقت العرض. أعجبتني أزياؤكم، لكن عليكم تزيين وجوهكم. فريد؟ ها. فريد، سكان الجرار هنا في مكان ما. ممتاز، سوف يحبون انتظري، والبروفيسور هنا أيضاً. يجب أن نعثر عليهم قبل أن يراهم. سيداتي سادتي، أهلا بكم في عروض سيرك إلمور بيلي المبهرة. اليوم عرض خاص مباشرة من بلاد بعيدة، أقدم لكم الإخوة بالديني الرائعين. لا. لقد تلقى تدريبا محترفا. ها؟
زهور رشاشة. للقوة. تشانغ، هناك شيء ما مثير للريبة. هؤلاء المهرجون، معهم أحد سكان الجرار. لابد أنهم هنا في مكان ما. هل سيعطوننا توقيعا بعد أن أصبحوا نجوما؟ آسف، لقد تحمست. رفاق، علينا الرحيل على الفور. البروفيسور هنا. لكن السيرك مدهش. الحيوانات في أمان وسعادة، وكما تقول هم محبوبون ولا يضطرون للاختباء في كهف. لا تفهمون، سيعودنا به المبتكر من أجلكم، وبرنامج النجاة. من المفترض أن تعودوا إلى البرية. لا يا صوفي، لقد علمتنا ما يكفي، ونقدر كل شيء تعلمناه منك. الآن نختار هذه الحياة، هذا المكان المناسب لنا، سنبقى هنا، صحيح؟ أنتما، لن أسمح للمعجبين المزعجين بإزعاج الفنانين، اذهبا. نحن، هل سنتخلى عنهم؟ ماذا لو عاد إليهم البروفيسور؟ علينا أن نعرف ما الذي يدبره ونوقفه. كيف؟ كل هذه الأسلاك ستكون مخبأة تحت زيك يا تشانغ، لكن هذا متعقب جرار متميز. سيدي، أنت واثق أن هذا سينجح؟ بالطبع، أي شيء يشمه أنفك سأراه. أحد هؤلاء المهرجين قد تعامل مع سكان جرار، والليلة سيكون لي. ترتدون أزياءكم طوال اليوم؟ أي أزياء؟ إنهم محترفون. استعدوا، سيبدأ العرض على الفور. أين أصدقاؤنا؟ الأصدقاء الآخرون؟ تعرف، العارضون الآخرون، القوي ذو الأنف الطويل. واو، فنان السيرك غريب الأطوار. يا فتى، لقد وجدتك. أردت أن أرى إذ... ها؟ ليس حقيقياً. هناك خطأ ما. لماذا يقيدوهم بالأغلال؟ لا أعرف، يجب أن نفعل شيئا. حتى مذاقه غير طبيعي. إليكم سيدات وسادتي الذين أضحكوا الجمهور في لندن. صنع المبتكر متعقبا جديدا، إنه هنا الليلة. فلتأتوا معنا بسرعة. آسف، هناك أمر يجب أن نقوم به. ها؟ الأخوة بالدين الرائعون. أوه لا، تشانغ تعقبهم. أعتقد أنه الذي على اليسار. اقترب منه. أنت تأكل البرسيم؟ نعم، هذا هو. من المؤكد أنه تعامل مع ساكن جرار. لست من آل بالديني، أخرج. لا أصدق ما أرى. هو أيضا، جميعهم. لقد تعاملوا جميعا مع سكان الجرار. أمسك واحدا يا تشانغ. تشانغ، سأفعل بنفسي. اهربوا، تحرروا. هيا اهربوا من المكان المخيف. أمسكتك. هكذا نقوم بالأمر يا تشانغ، رأيت؟ آسفة، لم أتعمد مقاطعة طعامك. هذا برسيم، صحيح؟ بروفيسور، ليس اليوم يا مهرج. لا أصدق أنني وقعت ضحية هذه الحيلة البسيطة. بالقوة. تشانغ، انظروا. هيا اهربوا، أنتم أحرار. أعتقد أنهم بدون السيرك يشعرون بالضياع، يعتمدون عليه مثلنا. ربما نحتاج المزيد من برنامج النجاة قبل أن نرحل. عاد كل شيء إلى طبيعته. تريدين المزيد من الاختبارات؟ سنفعل، الأمر مهم. لا، لا عليكم، أدركت أنني أحياناً أفرط في الحماس. الليلة دعونا نهدأ ونستمتع بوقتنا. كيف نفعل هذا يا فريد؟ هل جربتم تقاذف الأشياء؟
تعرف يا صغير؟ ربما السيرك ليس مكاننا بالفعل. أنت وكلارنس وتوني تستحقون العيش في البرية، رغم أنني أرى أنكم تحتاجون بعض التدريب قبل أن نفعل هذا. هي، برنامج تدريب لإعادة الحيوانات إلى مواطنها الطبيعية. يا لها من فكرة عبقرية. تعالوا معي يا رفاق. بعض المساعدة.